تلومينه أن جف في حرفه البوح، كأنك لا تدرين ما ينزف الجرح. للحرف أن تزهى حواشيه بالندى، وينداح بالأطياب من نشره الفوح. على رفرف يقتات أفنان دوحه هجير، ويغتال الظلال به لفح. أقلي فما للريح يستنطف الشدى، ولا في فيافي الجدب يستعبق النفح. إذا اشتدت الرمضاء في وقدة الضحى، توهمت أن الآل في وهجها نضح. أما كان ساقي الأمس يلقاك مشرعا ينابيعه للشمس، أسداؤها رشح، يفيض الهوى سمحا فتعشوشب الدرى، ويهمي به سكبا فيخضع ضرد السفح. فأين غلال الوجد أفنى شبابه على وهجه يغفو، وفي وقده يصحو. أكان يروي فيك أو جار فدفد تخال الفجاج العفر آكامها دوح، ولم يدر أن القفر قفر وإنزها على صهوات الجمر من مروه سرح. فواها له يسقي الأهاضيب والربا، فيروى مكان النخل من مزنه الطلح. إلى أن تفر العمر يجني حصاده تلالا من الصلصال، يرعو بها القيح، ويكتاله كرما دواليه حنظل، وأعنابه رمل، وأنداؤه ملح. الحقيقة يعني عاجز عن شكر المنتدى، منتدى حرف، على الجهود. والحقيقة يعني توجني بشرف لا أستحق كما سبق أن قلت، لكن الله يعينهم، ولا ما نملك اليوم إلا الدعاء بالتوفيق وإلى أعمال قادمة وإلى خير إن شاء الله. Thank you.